بسم الله الرحمن الرحيم شعبنا العراقي العظيم خواتي اخوتي ابنائي اهل الطيبين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اتوجه اليكم في هذا الظرف الحساس جدا بكل صدق ومحبه في هذا الشهر المقدس المحرم ونحن شعب عرف عنه الايمان بالقيم والمبادئ الساميه الكريمه نعفو ونصفح لاجل الاخوه والمساواه ولاجل الهدف السامي الانساني والوطني ان هذا الشعب الصابر المضحي الذي ما بخل يوما من اجل العراق من اقصى شماله الى اقصى جنوبه ومن شرقه الى غربه يستحق منا ردا يليق بحجم هذه التضحيات. شعبنا تواق الى الحياه وهو لا يهوى الفتنه والدم والاقتتال والانتقام والتناحر ولا يهوى الحقد والكراهيه ويطلع لمستقبل يوازي حجم التضحيات والمعاناه التي مر بها وعليه لابد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين. ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء. ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة. فألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي. أدعو الجميع إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدم الإنجرار إلى التصادم. ودع المواطنين إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة. يجب أن نتعاون جميعاً، لنوقف من يسرع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم جيداً. أن نار الفتنة ستحرق الجميع، أن الظرف صعب جدا، وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد، وعلينا أن نتعاون ونتكاتف جميعا حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية، علينا أن نحكم عقولنا، ضمائرنا، وجداننا، ونلتف حول العراق والعراقيين، لا حول المصالح الضيقة. الجميع يتحمل المسؤوليه احزاب وطبقه سياسيه وقوى اجتماعيه وسائر المؤثرين علينا ان نقولها نعم الجميع يتحمل المسؤوليه وعلى الجميع ان يتصرف وفق قواعد الحكمه والبصيره من اجل العراق حتى لا نخسر مجددا العراق امانه فلا نخسر هذه الامانه هذه كلمه اقولها بصدق واسمع ما يقال في السر والعلم ونحن صادقون ولكن نامل من غيرنا ان يتحلى بالصدق هذه المره لاجل العراق والعراقيين سنتحمل المسؤوليه وحاضرون لنفعل اي شيء من اجل العراق ودون تردد المعضلة السياسية وحلها سياسي والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين في عراق ما يكفي من العقلاء والرجال ولكن حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي حتى لا تنفجر الغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء عشتم عشتم وعاش العراق وطنا لنا ولابنائنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته